السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على التسليح والتفاصيل في برامج البيم. من المعروف ان حد التسليح هو عنصر مهم جدا في المنشآت الخرسانية المسلحة، هو العنصر الأكثر تكلفة والمؤثر بشكل كبير جدا على التكلفة النهائية للمشروع. البيم هيفيدنا في ان احنا نعمل حصر دقيق لحديد التسليح، لاستخدام الأمثل لحديد التسليح، نقلل الهالك والمهدر لأقل نسبة ممكنة ونكبر نسبة التوفير. بيدينا توثيق ثنائي الأبعاد ومستوى عالي جدا من الدقة النمزجة ثلاثية الأبعاد. فالمهندس والمصمم بيبقى عنده رؤية أكتر وبصيرة أكتر، وهيقدر يعمل تسليح متوافق مع قوانين البناء. المصنعين هيستفادوا إن عندهم حاجات واضحة جدا يقدروا يصنعوا بقوة ويقللوا الوقت اللي بيقضوه في التفاصيل. المقاول هيستفاد إن في تحسين لمهام التخطيط والتقدير لحد التسليح. من برامج البيم اللي ممكن تبقى مفيدة في الموضوع دوت برنامج الريفت، وهو فيه أداة بس ممكن تكون ضعيفة شوية، ففي أدوات مساعدة زي reinforcement generation و reinforcement detailing بيعملوا مخططات ثنائية الأبعاد من 3D، وفي جريد بيم ديزاينر عشان يحسن المشاريع الإنشائية، في برنامج اوتوديسك ادفانس كونكريت برامج كويسه، في اوتوديسك ادفانس ستيل، في باور كونكت عشان نصمم الوساطات المعدنيه، في الباور كونكت ستيل ديزاين انجينيرنج ده برنامج كويس جدا عشان نصمم المبنى السكن الكامل، في ايبود كاد ده عباره عن ملف اكسل بيفيدنا في بيصمم مبنى سكن متكامل من البداية حتى النهاية. في برنامج وبيعمل برضو حساب لسمك السقف والأحمال وتقسيم الأعمال التلقائية للمجموعات. في برضو من برامج قوية رام كونكشن عشان يعمل التفاصيل التفصيلية للوصلات. في برنامج سي اس سي اوريون ده متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية وإخراج الإجهادات وتصميم الزلزالي بتاع الزلازل وتصميم كل عناصر المنشأ على حدة، وبيصدر التسليح بصيغة دي اكس اف، انت تقدر تستخدمه في الأوتوكاد عادي، وبيعمل لوحات تسليح للعناصر وبيشغل في 3D وفي المخرجة بتاعته تبقى كويسة. في برنامج ارماكاد، في برنامج اوتو ريبار ده يعتبر بلاجن للأوتوكاد، المستخدم للأوتوكاد بيسهل الشغل. طبعا لا ننسى برنامج تكلا من أقوى البرامج الخاصة في التسليح وفيه إمكانيات قوية جدا.